ما عرفت واش لاحظتوا ولا لا، في معظم الافلام كتلقاو الناس ما خدامينش، افلام امريكانيه كتلقاو الحياه ولكن حتى واحد ما كيهضر على الخدمه، كيهضروا على مثلا العلاقات بيناتهم بحال فريندز كيمشيو تنشوفهم حنا في الدار كيدوروا. معظم الافلام الامريكيه هادشي اللي كيخلي امريكان كتبان زوينه في الافلام. كاين شي حوايج اللي كيكونوا في الافلام كاينين في الواقع بصح، الديكور الشكل الى اخره كاين هادشي، ولكن في الواقع ما كيهضروش على تماره الوقت الخدمه الجراه كلشي، ما كاينش هادشي في الافلام لان الناس ما مهتماش بهاد المواضيع. هادشي اللي كيخرج على الناس كيخليهم كيامنوا بان امريكا دايره بحال الافلام. دابا غادي نهضروا على الافلام وغادي نهضروا على الواقع. في الافلام كما قلنا الاخوان كلشي زوين، كلشي حتى واحد ما كيهم الخدمه ديالو، كلشي مركز على العلاقات بيناتهم كيتلاقاو الاصدقاء بيناتهم الى اخره. افلام وضع اجتماعي سوبرمان مثلا كتبان لك خدمه عاديه بسيطه وحياه زوينه الى اخره، ولكن الواقع كيفاش داير؟ الواقع الاكثريه ماشي كلشي، الاكثريه دار الخدمه، دار الخدمه ويكاند كينعس شويه كيغسل حوايجو عاوتاني الدار الخدمه، دار الخدمه سيمانه كامله دار الخدمه. الحاجه الثانيه هو الاصدقاء، الناس كيتلاقاو قليل هنا من غير الا كانوا شي اعياد ايفنتس اللي معروفين في امريكان بحال الهالوين بحال كريسماس ايسترن داكشي اللي كي اعياد ديالهم يا اما وطنيه بحال 4th of July اللي كيكون فيه سميتو شنو تيقولوا ليه بالعربيه عيد استقلال، عيد استقلال. هاد الاعياد هادو كيكونوا ايفنتس كيحضروا لهم الناس، ولكن في وسط العام راه الاكثريه الخدمه الدار، الخدمه الدار، والناس هنايا راه ما كيتلاقاوش بزاف زعما داك الاصدقاء بان مجبد في القهوه كاين شي هادشي. المهم انا ما شفتوش، الا كان شي مغربي كيبان ليه هادشي يبارطاجي معانا، انا ما شفتوش. دابا انايا خارج دابا الزنقه كان ديال الوقيته هادي كنتحرك شي شويه وكندير بعض المرات فيديوهات في الطريق، شو الطريق كي دايره خاويه كاين حتى شي واحد. ها نتوما الا لقيتو تلقاو واحد بعيد ولا ما نعرف فين، علاش الدنيا خاويه؟ الدنيا خاويه الاخوان لان كلشي خدام دابا. هادي جويه بلاتي نشوف لكم الساعه لما نشخصو 3:30 هادي 3:30 كلشي خدام، خمسه غيخرجوا ولا اربعه غيخرجوا غيمشيو يجيبوا الاولاد ديالهم، سير جري عاوتاني للدار ماكله العشاء ناس الا عندهم شي وقت بعدا يقدروا يتفرجوا في شي فيلم بالليل قبل ما ينعسوا وكيمشيو ينعسوا صافي. هذه هي الحياه. قلال كاينين شي وحدين كيديروا سبور لاولادهم كيمشيو يدوهم مثلا يلعبوا كره ولا يلعبوا مثلا تيبو ولا يلعبوا شي حاجه، فقط في معظم الاحيان الحياه دايره بحال هكا سيمانه كامله النهار كامل. راه قلت معظم الاحيان، شخصيا دابا نهضر على راسي، انا هضرت على معظم الناس ولكن نهضر على راسي. انا عندي فلكسيبيليتي في الخدمه، فلكسيبل شنو معنى ديال فلكسيبل؟ هو عندي الوقت كنخدم تقريبا ما بين 4 السوايع حتى ل 5 السوايع ماكس في النهار. سو هاد الفلكسيبيليتي هادي كتخليني بعض المرات نخرج خاصه مع بنتي كندير شي بلايات كنمشيو ندورو الى اخره، كتكون عندي واحد شويه ديال الحياه اللي كنقدر وكنقدر ندير فيديوهات من هنايا الى اخره. عندي الفلكسيبيليتي، ولكن الفلكسيبيليتي راه ما كايناش عند كلشي وما غاديش تكون عند كلشي خاصه الجداد. سو الا كان شي واحد جاي على ود الافلام ما نقول لها جيبها في راسك، الا كان جاي على ود الافلام واش هاد الهضره هادي كتمعني بان ما نجيوش الامريكان ولا حنا دابا راه علاش كندير انا هاد الفيديوهات وهاد كنشرح هاد الحماقه هادا باش الاكسبكتيشنز التوقعات تكون معقوله باش هذا ما يتصدمش. انا لو كتجي كلشي زوين وداكشي كيبري والربيع ولكن راه كيبدا تدخل معاك، كيبدا تدخل معاك الوقت كيبدا تحمقك. بحال دابا مثلا الفيديو اللي داز كنت هضرت على الناس كيخدموا مثلا 10 السوايع في النهار، واحد دار لي كومونتير قال لي راه كاين الناس اللي كيخدموا 10 السوايع في النهار في المغرب كيشدوا 2000 درهم في الشهر.
هنا راه شنو نقول لكم على الحاجه، احد كتحط رجلك هنا الحياه كتبدل شي شويه، ما كتبقاش تعبرها بالمغرب ب 2000 درهم 3000 درهم 10000 درهم، كتبدا تعبرها بالوقت اللي كيبقى لك والفلوس اللي كيبقاو لك. هذا هو العبار ديالها والخدمه واش كتعجبك ولا لا. اما باش تعبرها تجي تقول لي لا راه المغرب ما عبار ما حتى شي حاجه. علاش اصلا؟ لان حتى الحياه في المغرب الا بغيتي تهز غير هضر على كل شيء، مثال الصالير عيان ولكن عندك عائله وعندك اصدقاء وعندك حياه اجتماعيه شوي شويه، بينما هنا تقدر تكون صالير مزيان، يقدر يكون صالير مزيان تمشي لك الحياه الاجتماعيه ماشي حدا عائلتك الى اخره. سو كاين شي حوايج زوينين شي حوايج خايبين، ما كتكون حتى شي حاجه بيرفكت. غادي نعاود نقولها باش ما يهجموش عليا الدراري، لان كنعرف انا بزاف ديال الناس اللي عندهم هذا الحلم الامريكي، غير كنجبد شي حاجه نيجاتيف والهجوم طالو عرض عليا انا، الهجوم وطالو عرض ما كيرحمونيش. غادي نعاود نقولها، الحياه في امريكا زوينه، جاتك فرصه اجي، توقعات خفضهم شويه صافي. علاش نقول هذا؟ لان الاكثريه اللي كي شفت انا واحد الاحصائيات اللي جاتني شويه غريبه، مكرهتش الناس اللي كاينين في كندا يبارطاجي معايا هاد الفكره هادي. قال لك كل مهاجر من اصل ثلاثة كيمشي لكندا كدوز عامين كيرجع. غنعاود نقول مهاجر، مكنهضرش على المغاربه، كنهضر على المهاجرين فيهم الهنود باكستان جميع البلدان. كل مهاجر من اصل ثلاثة كيرجع في عامين، حيت ما قدرش على الحياه في كندا. باش كنهضروا على ما قدرش على الحياه، راه ماشي تماره، قدرش على الحياه الوحدانيه سيستيم. شو كل واحد وكيفاش كيدوزها. واخا امريكا ماشي هي كندا، كتجيني كاين شي حوايج قراب اللي هما العلاقات و مان عرفتي فاش كنبدا نهضر نبدا نتحرك بغيري كنبدا الناس، كنطلع الطلعة كنكون ساكت كاينش الناس. شحال واحد كيشوفني في الطلعة هادي كنبدا الناس كيتحب ليا، انا راه ما زعما راه غليظ ومقادش مكتحركش، الاكسجين ما كنبدا ندخلو فاش ما كنبقاش ندخلو بطريقة مزيان فاش كنبدا نهضر وكنبدا نتحرك. زيدوا هادي عندكم. بارم لاين من هاد الفيديو هذا كامل، شنو بغيت نقول؟ خفض التوقعات. الحياة في أمريكان ماشي بحال الأفلام، الحياة في أمريكان واحد 30% حتى 40% أفلام، 30% 40% أفلام، واحد 60% شي حوايج ما عمرهم ما تذكروا كاع في الأفلام كاع، ما كاينينش، ما عمرك تسمع بهم حتى تصدم بهم. هنا لخصهم لكم خفاف، الوحدانية، الجرأة، انعدام الوقت، صافي هادشي اللي كاين. المغاربة اللي في ميريكان واش كتعيشوا الحلم الأمريكي، الفيلم الأمريكي ماشي حلم أمريكي؟ كتبوا لي في الكومنتس.